أفرجت جبهة النصرة عن عشرات المقاتلين الأكراد مقابل الإفراج عن أحد قياديي الجبهة، فيما استمر القتال بشكل عنيف بين الأكراد والجبهة لا سيما في الحسكة وأيضا الرقة التي امتدت إليها الاشتباكات. عمليات خطف واعتقالات متبادلة في الرقة أشعلت اشتباكات عنيفة بين مقاتلين أكراد وآخرين متشددين تابعين لما يعرف بدولة العراق والشام الإسلامية. الاشتباكات بدأت بعد اختطاف مقاتلين من لواء جبهة الأكراد لأمير الجماعة المتشددة في تل أبيض الذي يعرف بأبي مصعب ومجموعة مرافقة له في قرية اليابسة، وهم يحاولون مدرسة كانت مقرا لحزب كردي. رد، نعتذر طبعا عن اكمال هذا التقرير، نتابع معكم في النشرة. رد الجيش التركي على نيران اطلقت من سوريا ولم تتسبب بوقوع اصابات. الجيش التركي قال ان مدرعة تابعة لقواته تم استهدافها في محافظة هاتاي جنوب تركيا. دعونا نتوقف الان مشاهدينا مع فاصل نتابع بعده النشرة المسائية.